الصورة اللي معانا النهاردة صورة فخر العرب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي اللي كان بقاله فترة صايم عن التهديف وغايب عن التركيز بسبب تدهور أدائه الريدز والنتائج الكارثية اللي كانوا بيعملوها في الدوري الإنجليزي في الفترة الأخيرة، علشان يثأر امبارح ويقول أنا موجود أنا هفضل منقذ ليفربول ويسجل الهدف الأول ليه في فريق إيفرتون بعد 5 مباريات من تسجيله آخر هدف في شباك أستون فيلا، علشان يوصل الفرعون المصري بالهدف ده للهدف رقم 8 في الدوري الموسم ده والهدف رقم 18 بشكل عام في جميع البطولات. الحقيقة محمد صلاح هو واحد دلوقتي من أساطير كرة القدم الإنجليزية، واحد من أهم اللاعبين في العالم، وعايز أقول أنه محمد صلاح بالهدف اللي سجله امبارح هو بيرجع لتحقيق الأرقام القياسية وأرقام تاريخية جديدة مع ليفربول، فبعد الهدف ده هو بقى اللاعب رقم 13 في تاريخ الدوري الإنجليزي اللي بيوصل ل 100 مساهمة تهديفية على ملعب واحد، سجل 71 هدف، صنع 29 تانيين، ومش بس كده لا وكمان بقى ثالث أسرع لاعب في العالم بيوصل لل 100 مساهمة تهديفية على ملعب واحد بالدوري الإنجليزي. بنتمنى له دايما كل التوفيق في مشواره الاحترافي، يكون رافع راسنا ومشرفنا قدام العالم كالعادة، وإن شاء الله يرجع من تاني للتهديف في كل المباريات الجاية. خلصت فقرتنا الأولى، خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل حلقتنا.